قائمة منتخب مصر اللي بتشكل المعسكر الحالي في آخر استعدادات منتخب مصر إن شاء الله لكأس العالم روسيا 2018 بتضم حالياً 28 لاعب، طبعاً منتظرين نجمنا الكبير نجم منتخب مصر ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عشان يبقوا 29 لاعب. بكرة بإذن الله 4/6 الميعاد الأخير والموعد النهائي لإرسال القائمة النهائية اللي هتخوض بيها مصر بإذن الله منافسات كأس العالم وهم 23 لاعب. ده معناه إن في 6 أسماء هيتم استبعادهم، ممكن اسم أو اسمين أو 3 منهم يتم الاستعانة بيهم ويصاحبوا بعثة منتخبنا عشان يكونوا موجودين تحسما لأي طارئ، لأن لوائح الفيفا بتعطي لكل المنتخبات المشاركة في كأس العالم قبل 24 ساعة من أول لقاء ليهم في النهائيات إن هم يستبدلوا أحد اللاعبين أو أكتر في حالة إصابته بتقرير طبي توافق عليه اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم أو للفيفا. عشان كده بكرة بإذن الله هيكون في 23 اسم يتم إعلانهم يكونوا هم اللي مكونين لقائمة منتخب مصر في كأس العالم، بالتالي في 6 أسماء هيتم استبعادهم. ابعتوا لنا النهاردة على فيسبوك وعلى تويتر مين الست أسماء اللي من وجهة نظر حضراتكم هم الأقرب لأن يتم استبعادهم من القائمة النهائية، وفي الآخر كل التوفيق لأي لاعب يرتدي تيشيرت منتخب مصر وكلنا ورا الجهاز الفني ورا منتخبنا بإذن الله في بطولة غبنا عن الحضور فيها بقالنا 28 سنة، كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا.